Donc, bzaf diel hwayej tbeddlou saraha côté professionnel. Had la vidéo hadi pour éclaircir les choses, ndilkom un update chouya la hayati. Tkoun ta hiya wahed la vidéo retour ou hadi tkoun une night routine inchallah bi'idnillah parce que lyoum nhar lhed ghda la reprise. Donc hadi tkoun une night routine bach ghadi tchoufouni kifash kantoujed pour une nouvelle semaine inchallah. Dkhlt ldar, le week-end dwezt mع les parents diali, hna yalla jina, dwejt, nchfet chari ou jme suis dit ghadi ndir lyoum vidéo kif ma bgha tji. Donc puisque هذا الليل donc هذه تسعود قلق سمين donc je me suis dit ma كاينش محسن نايت روتين pour une nouvelle semaine voilà donc pour la reprise ديال الخدمه comme vous le savez tous que كنت كنخدم من الدار و je vous cache pas que هذه الحاجه كانت عجباني بزاف 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 وكانت موفره ليا بزاف ديال الحوايج منهم الوقت منهم لو ترونسبور منهم الفلوس ديال الترونسبور المهم منهم بزاف ديال الحوايج صراحه الراحه donc voilà كان بزاف ديال لي زافونتاج فهاد القضيه هادي الانسان اللي بيتوتي معروفه عليا اي جو مي سوي دي فوالا دونك الخدمه الا كانت غادي تكون من الدار غادي تكون مزيانه ليا 100% مي جو كاش با كو في الاخر بديت كنعيا كو ولاو كيبانوا ليا لي زانكونفينيون ديال انك تخدمي من دارك كتولي تبان لك غير النبشه ديال شي حاجه هكا ما مقاداش في الدار كتنوضي تقاديها دونك ما حيلتك الخدمه ما حيلتك الدار دونك ديك لاطاش اللي كديري في الخدمه كتخليها وكتعاودي تمشي تتقدي الدار دونك فريمون كتو كيوليو عندك واحد ليطاج بزاف سورتو فاش كتكون عندك الخدمه شارجي ما يمكنش تبدا انا بور موا دونك جو بارل دو مون اكسبيريونس ما يمكنش نبدا الخدمه في واحد لونفيرونمون ولا واحد لاسباس اللي غادي يكون مرون خصني نجمع خصني نقاد خصني نطيب خصني نخدم خصني نعاود نرجع ندير شي حاجه بون سيتي فريمون واحد لو ستريس دوبلي بور موا اي فوالا ما بقيتش كنلبس حوايجي بقيتش كنتوجد كيف ما بغيت ما بقيتش كنفكر غنلبس هادي ولا ندير هادي peut-être que بزاف ديال الناس غادي تبان لهم هادي شي حاجه اللي peut-être bête mais pour moi c'était important parce que هاد الحوايج كيعجبوني و كيخليوني نكون اكتيف في حياتي ما كتهضريش مع لي كوليغ هكا فاس فاس ما كتضحكيش ما tu peux passer toute la journée شحال مره كندوز 2 jours في الدار بلا ما كنخرج بلا حتى شي حاجه دونك عندنا اللي كيكون دايز من الخدمه تنقولو شنو يجي و تيدخلوا معاه فوالا دونك اي فوالا هنا في مكناس ما عنديش بزاف ديال لي زامي بحال في الرباط فين غادي نخرج معاهم ونضحكوا هذا دونك جو سوي ليميتي الا خرجت الخرج غادي ندير لي كورس خرجت غادي نمشي هكا نتعشى انا وعاد نمشي بلاصه اي باستا دونك كنتسناو الويكاند باش عاد نخرجوا بزاف ديال الحوايج اي فوالا بلوس لو طون كيدوز وبلوس انا جو ديبريم دونك ما بقيتش كنحس بديك الخدمه ما بقيتش كنحس بديك بون المهم ما بقيتش ديك جيهان اللي كانت بزاف ديال لي توش هذوك لي توش اللي كانوا صغيرين في حياتي عندنا يلا جاب لي كورس دونك دوك لي توش اللي يلا كانوا في حياتي زويونين و فوالا كنستمتع وانا كنديرهم سودينمون فقت ولقيتهم ما كاينينش فوالا دونك كانوا بزاف ديال الحوايج انا جو كاش با كو هاد الخدمه من الدار عندها بزاف ديال لي زافونتاج وعندها بزاف ديال لي زانكونفينيون اي جو سي كو سولتوني عليها بزاف وبزاف ديال الناس بغاو يخدموا من الدار ودايوغ بزاف منكم خدموا من طرفي انا دونك ان شاء الله تكون الخدمه تيسرات لكم وكل شيء فوالا 2020 فاش قربت توصل جو مي سوي دي جيهان خاصك تحبس دونك كنت معاهم 3 ans وانا خدامه معاهم حيت واحد الوقيته في الخدمه كتولي تعاودي نفس الحاجه كتفيقي وكتبقاي تعاودي نفس لي طاش نفس لي طاش نفس لي طاش نفس لي طاش حتى واحد الوقيته كتستاغناي كتستاغناي ما كتبقاي تو ابرون بلو ما كتافونسيش في خدمتك ما بون بزاف ديال الحوايج كيتحدوا دونك جو مي سوي دي غادي نحط لا ديميسيون ديالي اي حلوها c'était très encourageant صراحه de ma part وانا حتى هو ما انكوراجي انني نديرها باسكو واحد الوقيته خاصك تقلبي لبلاصه اخرى ايه مرتاحه ولكن فاش كتكوني مرتاحه خاصك ديري واحد لو ساكريفيس وخاصك تضحي بواحد الحاجه باش تجيك واحد الحاجه واحده اخرى
من موراها زوينه دونك حطيت لا ديميسيون ديالي وجو كاش با كو بكيت مورا لا ديميسيون وداز عندي صراحه واحد النهار اللي صعيب بزاف باسكو جو سوي اون بيرسون تري تري اكتيف وما كنحملش نجلس في الدار وما كيعجبنيش ندير دائما نفس الحاجه وكيعجبني نتعلم بزاف كيعجبني نتعلم شي حاجه جديده ومهم بزاف ديال الحوايج دونك حطيت لا ديميسيون ديالي كما قلت لكم جي ديبريمي واحد دو جوغ بحال هكاك صراحه جاتني في شكل وابخي مشيت عند لي بارون ديالي اي فوالا قررت ما غاديش نبوسولي حتى نكون واجده انا نبوسولي هي هذيك فاش جا لو فواياج ديال لا تايلاند ولا ماليزي دايوغ مازال ما كملتوش لكم مازالين جوج ديال لي فلوغ ان شاء الله ميرسي بوكو على الكومونتير لي صيفطو ليا دونك لي دو فلوغ ان شاء الله غادي نديروهم من بعد جي ميم با تروفي لو طون انني نمونطيهم Donc voilà, مشيت le voyage, رجعت un nouveau souffle tout simplement, j'ai dit à جديده, j'ai à l'active ou voilà, رجعت ليا داك النشاط والحيويه ديالي. Et des can postuler, donc j'ai pris mon temps à aller postuler gars les offres les كاينين هنايا في مكناس, انا جو سوي ديتيسيان نوتريسيونيست, باش كنبوسولي بزاف ديال الحوايج. Et surtout les expériences professionnelles, elles m'ont dit انني ما نمشيش لدي بيتيت بواط باسكو تقلبت فيهم وتأغناكيت فيهم. Si vous voulez ندير لكم des story time على الخدمه وعلى تقولي بلي تقلبت ولا voilà, باش نتوما vous faites attention pour الناس اللي يلاه غادي يخدموا. Donc voilà, j'ai cherché un peu partout, j'ai cherché les sociétés les connues à Camarofin et tout ça, et alhamdoulillah, j'ai trouvé des خدمه جديده. Et comme vous savez, quand vous commencez une خدمه جديده, c'est comme une formation avant la خدمه. Sauf que la formation que j'ai عندي, c'est un peu très 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 serré, beaucoup d'informations en واحد le temps minime chouia. Voilà, je suis très très contente. Ouais, alhamdoulillah, j'ai pas regretté حتى la démission. Et voilà, il faut toujours sacrifier واحد الحاجه باش تجيكم واحد الحاجه واحده اخرى زوينه. وحسن وتعلموا شي حاجه جديده فوالا دونك هنا فين كنت غابره وهذا هو لو شانجمون اللي وقع في حياتي اولا في لا فان ديال 2019 فوالا دونك بدينا عام زوين بدينا عام جديد بزاف ديال الموتيفاسيون فوالا تبدلوا بزاف ديال الحوايج صراحه فيا وليت فوالا وليت كنخرج ناخذ لو ترونسبور بوحدي نمشي للخدمه كيدوز مورايا عدنان وكنجي دونك واحد لا روتين اللي فريمون تبدلات ليا حياتي كامله enfin ماشي حياتي لا في بريفي ولكن زعما لو سيستيم كيفاش غادا بيه تبدل كامل لو فيت انك تلبسي حوايجك في الصباح وتخرجي وانا هادشي تحشتو بزاف فريمون تحشتو اي جو سي كو سا فا فو اي جو سي كو سا فا فو باريتر شي شويه بيت بان ليا واحد دريسينغ واحد الباب بحال طاير من واحد البيت المهم قلت لكم هادشي بيتيتر كو غادي يبان لكم شي شويه في شكل مي الناس كي سون اون شوماج ولا الناس اللي بيتيتر كيخدموا في الدار غادي يحسوا بيا ولكن الناس اللي كيخدموا في الدار صراحه عندهم وليدات جو بونس كو غادي تكون حاجه زوينه بالنسبه ليهم باش تكوني بوحدك في الدار وكتخدمي صراحه صعيبه بزاف مي ما كتبانلكش في الاول حتى من بعد عاد كتبانلك ساشون كو انا قلت لكم بنت اللي بيتوت هي الاقصى درجه يعني الدار هو لو موند ديالي هو فين كنرتاح هو بزاف ديال الحوايج ولكن توحشتك فوالا دونك جي في دو نوفيل كونيسونس وليت كنهضر مع الناس عرفت على ناس جداد وانا فرحانه صراحه بهذا لو شانجمون فوالا دونك هنا فين خبرت وهنا فين داني الوقت على يوتيوب فوالا دونك جي ديسباري ميم في انستغرام بون جيتي اكتيف شي شويه ولكن با اوتون فوالا دونك باش تفهموا الوغ هاد لا نايت روتين هادي غادي نبداها لكم ان شاء الله بالحويجات اللي وصلوني باسكو سوي تري بريزون اون روتار صراحه في يوتيوب وانستغرام وداكشي مي كاين واحد السيت اللي ما غاديش نوريه لكم نهائيا باسكو واحد لا كاليتي شنو نقول لكم نتوما ماشي ديالها دونك جي كونتاكتي لا مارك قلت لهم ما غاديش ندير فيديو تو سامبلومون حيت الحوايج اللي صيفطوا ليا ما عجبونيش سي مون دووا حيت ما كانتش حتى اون سول بياس عجبتني فيهم فرانشمون سي ان سيت هو ازياتيك وما عجبونيش دونك فوالا لو سيت اللي غادي نوريكم هاد النهار هذا هو لو سيت كوي فوالا ديجا كنت هضرت لكم عليه وكانت لا كاليتي ديالو واعره بزاف 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 دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو هاد لو بيجاما اللي لابسه انا دابا شوفوا كيفاش داير لو تيسو ديالو غزال وسخيخن لا كولور اي لي جوست مانيفيك لا كاليتي توب رائعه وتيسو كيتجبد فوالا كيتجبد فريمون رائع بزاف بزاف الوغ جي بري لا تاي ام مي صراحه كان خاصني ناخذ لا تاي ال انا جو بورت لا تاي اس
صراحة ننصحكم تاخذوا طاي كبر من لا طاي ديالكم ولا جوج ديال لي طاي كبر من ديالكم حيت هانتوما دابا انا ام جاتني بحال عزيزه شي شويه داكشي حدو قدو حتى السروال فريمون جاني حدو قدو مي لا كاليتي واعره لا كولور لي جوست مانيفيك باسكو صاحبتي خداتها في لو غري وانا خديتها في لا كولور هادي هاد لو بلو بيترول فريمون رائعه فيها واحد اللمعان هكا فاش كتحركي خيخنه بزاف بزاف هادشي اللي كنوريكم دابا راه ديجا لبستو داكشي علاش كنهضر لكم عليها هادي راه ديجا سقنتها واحد حتى باش نلبسها دابا باش نوريها لكم اي فوالا زوينه حتى شي ديفو حتى شي خويه خارج فريمون هاد لو سيت هذا رائع ثاني حاجه غادي نوريكم هو هاد البزيطين هذا فوالا سي ليميتاسيون ديال بلغاري اون ديري لا مارك بلغاري اللي مسافطاه لا كاليتي اي جوست واعره شوفوا كيفاش داير من الداخل انتم فريمون زوين بزاف هكا تشوف هاد لو فير فرونسي شي شويه الوغ كاين لو روج لو فير او لو نوار المهم اللوينات اللي فيهم صراحه زوينين هذا جاني تري تري براتيك هكا في الخدمه كديري لي كارت ديالك الفلوس و لي بياس موري كنديرهم هنايا تصريف وصافي لو كو دو كور اي لو كو دو كور ديال هاد هادشي كامل اللي وصلني هي هاد البياس هادي ريغارديمو شوفوا معايا هادشي رائعه جاتوندي با صراحه على هاد لا كاليتي هادي جو بونس كو راكم عارفين هاد لو ستيل هذا اللي خارج بزاف زغا فوالا وثقيل شوفوا الثوب فريمون ثقيل وسخون كنهضر لكم عليه باسكو ديجا لبستو سخيخن والثوب ديالو زوين بزاف الوغ هذا كان يمكن بشي 350 درهم alors que Zara des chez 1000 dirhams très lourd maya et la qualité la même que Zara mais qu'un zid mais qu'un nqs رائع هادو ils sont très très tendance alors كاين هاد لوين هذا و كاين l'inverse بلاصه هاد لو نوار هذا كاين لو بلون و بلاصه لو بلون كاين لو نوار هذا سي لو كود كور ديالي صراحه ديال كاع هاد لي بياس هادو اللي خدينا bien sûr كيديروا لكم فهاد لي ساشي كالعاده خديت هاد لو بول صراحه وندمت علاش ما خديتش منه جوج باسكو مع هاد البرد زوين فوالا شوفوا كيفاش داير دومي كول مونتي فوالا هكا قطينا ماشي قطينا فان صوفا مقيطنا يعني رطيطبه وزوين لا كاليتي ديالو زوينه بزاف تقدروا تخشيو هكا في طاي اوت تقدروا تلبسوا هكا مع ان جين بوي فريند سا باس بارتو صراحه تلبسي هذا وان مونتو هادي سخيخنه وان اشارب هكا من الفوق وصافي هادو اي سون تري تري براتيك صراحه بوغ هكا لونيفرسيتي الخدمه وكاين بزاف ديال لي كولور وهادو كانوا رخاصين بزاف يمكن شي 130 درهم رائع بزاف هادشي كامل اللي وريتكم خديتو في لا تاي اس ابار هاد لو بيجاما اللي خديتو في لا تاي ام مي كان صراحه خصني ناخذو في لا تاي ال باش بحريشيني ابري كاين هاد لو بول هذا فوالا كيفاش كيجي هذا صراحه شي شويه جو سوي ديشي من لا كاليتي ديال لو تيسو ديالو فوالا دونك لو ديزاين داكشي اللي شفت راه هو هذاك ولا كولور وكلشي جو فولي هاد لو دونتيل هكا راكم عارفين هادو اللي كيهم لو دونتيل هكا في العنيق مي في لا فوتو كيبان لك بحال غليظ لو تيسو ديالو غليظ الصوفا غليظه الوغ كو بحال نيلون فوالا شفتو كيفاش داير المهم التيسو صراحه ما عجبنيش بزاف وما ما سخنش Après, le dernier article est aussi. Alors, je l'ai déjà partagé sur ma compte. هاد المره خديتو اون نوار لماما باسكو حماقت عليه فشفتو عجبها بزاف بزاف سي هاد لو ساك ديال السبور اللي مكتوبه فيه بينك هاد المره خديتو لا فلو نوار صراحه واعر بزاف عجبني حسن من لو غوز صراحه سي براتيك فلو نوار وما غاديش يتوسخ دونك كنت ديجا وريتو لكم قبل الوغ هذا صراحه كان سي بلو شار كنت خديتو المره اللي فايته كانوا دايرين ليه 300 درهم هاد المره دايرين ليه 200 درهم دونك فريمون بروفيتي البنات وما تنساوش تستعملوا لو كود برومو غادي يزيد ينقص لكم الثمن فوالا في هاد الجويب كيما قلت لكم بور ميتر لي مايو د بان ديالكم ولا شي حاجه هكا فاسده لا بلاج ولا بيسين هكا في لا سال دو سبور ديالكم اي لا كاليتي ديالو واعره بزاف بزاف انا هو اللي وليت كندي هكا في لو ويكاند ولا هكا شي صفره خفيفه عندي وكتجي معاه هاد لا سانتور هادي باش كطوليها
ولا كتقصريها فريمون هذا واعر. دونك هذا ما خديتوش ليا، خديته ماما كما قلت لكم باسكو كان هذاك لو روز كنعجبها، خديته لها اون بار اي فوالا. دونك سيتي تو بور هادشي اللي وصلني من لو سيت كوي. سي ان سيت لي واعر بزاف صراحه، اي لا كاليتي ديالو زوينه بزاف، لو رابور كاليتي بري ديالو رائع. انا المهم كلشي عجبني ابار هذاك لو بول اللي كنت قلت لكم على لو تيسيو ديالو صراحه ما عجبنيش. لو كود برومو ديالي ما تنساوش تستعملوه، غادي نقص لكم الثمن اونكور بلوس. هذا بيريود هادي نقصوا بزاف الاثمنه في بزاف ديال الحويجات، دونك بروفيتي وسملوا لو كود برومو، غادي نخليه لكم هنايا وغادي نخلي لكم كاع لي زارتيكل لي كومونديت في لا بار دانفو افيك لو كود برومو وحتى لو سيت ديالهم باش هكا تضربوا دويره فيه. دونك فوالا، الوغ دابا غادي نجمع هادشي وندوزو لا كويزين نجمعوها ونديروا العشيوه ديالنا والغديوه ديال غدا ان شاء الله. دونك ليتس جو دو روتور من لا كويزين. المهم الروينه مورايا. دونك فوالا بوغ لي بيرسون لي قالوا لي تحشوا لا كويزين والوصفات ديالي وداكشي، انتم مع الكوزينه مقرب الاسفه على علاها، غادي نجمعوا ان شاء الله اونصومبل وغادي نديروا العشيوه. توت الوغ جبت الكفته من الكونجيلاتور باش تلقى راسها، المهم فريمون مرونه. هاد الروينه هذه راهي ديال قبيله، بنا دي برغر هكا انا وعدنا فيت فو، فريمون رونا الدنيا وفوالا صاودوني هادشي. بون عندنا نجاب شي سقف ديال مرجان، اكتشفوا شنو جاب هنا السوق باش نقربكم حدايا. عندي كوزينه ما فيهاش البلوز دي زوينه صراحه، غنقدو باش ما عطل الله هذا تسرى الله شويه. المهم انا جاب ليا البيض، قلت لكم البيض كناخذوه من المارشي، مي هاد المره ما مشيناش كاع المارشي. المهم خطفنا بغيه باش شرا غير داكشي فريمون لي تري اورجون بور نو، باش كنديو هكا الغدا والفطور وداكشي. خدا دي ياغورت، شويه غوم، فرماج، مقاش، شنو هادشي؟ بطاطا والبصلة ومطيشة، وجاب الزيت باسكو تا هو تقادا. فوالا عدنان كيفاش جبتي؟ شنو هادو؟ هادشي ما كانش فلاديس هذه ما انا كتعجبني، هو كتعجبو هاد الكرانش ديال الحار ياك. شحال هادي مسديت لاكاميرا ندير معاك شحال؟ لا لا دغيا دغيا ندير، نجمع هادشي بيت دينا هاد ما عندنا ما كاينش الطوس الكبير. لا عادي عيط لك. ما سمعتوش. بون خدا هاد الطوست، هاد لامارك هادي بيمبو، فوالا سميتها بيمبو، واعرة بزاف ولكن كناخدو الكبير، الطوس الكبير فريمون كبير كيشبع وزوين بزاف. دونك مبقاش دابا هاد الصغير، الاخر معايا غير طونيكات وداكشي عندنا كيديو معاه، بابي المونيوم مبقاش، و تيزان ديال الاتاي. فوالا دونك خليكم معايا باش نركبو كل حاجة مجموعين، نجمعو هاد الكوزينة ونبداو في العشيوة.
cuisine كل شيء حيت غادي نخدم فيها دونك دابا غادي ندوزو لوجه ديال العشيه ديالنا ça sera rapide facile دونك غادي تكون طاجين ديال كفته بمطيشه هنا كنستعمل جوج ديال المطيشات هاد لا كونتيتي اللي غادي ندير غنتعشاو بها و ميم طون غنديوها معنا غدا لغدا للخدمه ثومه بودر مليحه بزار تحميره سكينجبير زوار مقصوص وكنزيد واحد معلقه ونص صغيره ديال جوج معالق صغار فوالا عامرين ديال المطيشات ديال الحك تسمع الصوت ديال الكره باسكو عندنا كيلعب في البلاي ديما ديرو شويه ديال الزيت البلديه باش متخسرش عليك وقت الثلاجه فوالا كنخلطو هادشي كنخليو ديك المطيشه حتى فغيمون كطلق مزيان مزيان وكطيب دابا انا الكفته شريتها ديجا متبله عند واحد مول الشوايه هنايا هو بزاف كيدير داكشي ديال الشوايه دونك خصت لها غير شي شويه ديال الملحه صافي دونك دابا غادي نديرها كوارات صغيرين لو طون اللي هاد المطيشات طلق شي شويه غنزيد واحد شويه الماء فوالا لي شيغي فوالا دونك كنجي مع صاغي هكا شتي المريقه كتجي معي لكا فوالا صافي او ميم طون ديك الطريفه ديال المطيشه دغيا كيتمعكو باش مكتجيش هكا ميه هكا كتجي فغيمون بنينه فوالا صافي هنا غنجي نزيد في الكفيته ديالي هاد الكفته صرا مازال غيطلقوا ديك لاصوص ولا داك لي دام ديالهم باسكو هادي فيها الشحمه خليت العشاء كيطيب جيت نوجد حويجاتي ديال الغدا باسكو ديما كنوجدهم لافي الوغ غادي نلبس هاد لو بول هذا اللي وريتكم توت على وهاد لي تشين نوار من تحت منو غنلبس ديبا باسكو فيه تقطعات وبرد شويه صافي وهاد المونطو هذا كنت خديته من بيرش كاف هاد لا كولور هادي الوغ فوالا هادي الطبيله ديال الليل الوغ انا ما حطيتش ليا صراحه نتعشى باسكو جي با فان قبيله درنا واحد البرغر كبير درنا فيه فليفله ومطيشه المهم جا سوبر بون وكليت فريمون كليت كلشي دونك حطيت غير العدنان وتما لي شيبس دونك غادي نكملوا لا تيلي رياليتي ديالنا و فوالا هكا كتكون لا سواري شو بريسي جي هات جاتون بور Alors, avant dodo, je vais faire ma crème hydratante. Alors, la crème hydratante qui est la marque Boussia.
Elle a une texture très très crémeuse, ça hydrate super bien. Donc quand tu dis ça, Sephora, ou quand j'ai ma mini cuillère, bah je vais prendre ça sous la crème. Voilà, donc c'est plus hygiénique. Ouais, ça hydrate super bien. La texture de la trique là, donc je peux dire là, que tu sais, elle a vraiment que tu redis la peau de la. Bon, la caméra s'est déchargée, je vais mettre la batterie. Je vais vous dire que je vais utiliser cette gel Vichy. Bon, je vais l'utiliser déjà. Je vais vous dire que je vais l'utiliser. Je vais vous dire que je vais l'utiliser. Surtout l'hiver, j'ai une peau très très sèche. Qui va vraiment hydrater la peau de gel et surtout le contour. Et surtout le contour des yeux. Et vraiment, quand on fait rire. Par exemple, il y a une asthma. Mais hydrate des touches, qu'elle note vraiment à cab le jour le contour des yeux de Liga Kamel, carrément. Et voilà. Après, quand je le chari. Alors, chari, quand je dis que le sérum est là, le sérum est mis tout essentiel. Moi, il m'a dit qu'il fait d'ailleurs. الو هذا كان جابو لي عدنان من البرتغال اخر مره فاش كان مشى كنديرو غير في لي بوينت دابا مع التانيين وانتم شوفوا كي كيبقى الشعر من التحت واقف ما كيبقاش في الويد اباغي لا هكا درتي ليه بوكلور ولا شي حاجه مي سينو سيبقى واقف فهمتوني شنو كنبغي نقول لكم المهم البنات اللي كيكونوا دايرين دي سوا هكا تانينو ولا بروتين ولا شي حاجه راه يفهموا هاد القضيه هادي كيبقى بق ديال بحال هكا. Donc sur ce je vous souhaite une très bonne nuit. Donc il m'a surtout la routine de la vie. Si vous voulez je peux vous faire la routine du matin ou la routine du samedi ou la du week-end ou la après le boulot je nous can dire fache can crush. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires à câble les propositions d'esprit ou de chauffe surtout flasher surtout d'abord l'énergie. Et voilà. Et chili kane, donc passez une très bonne nuit. On se retrouve au vidéo d'Inch'Allah. Gros bisous, minélikoum. Ciao, ciao.